قاسم اسطنبولي ممثل ومخرج لبناني، خريج كلية الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية، مؤسس المسرح الوطني اللبناني المجاني في مدينتي صور وطرابلس، قام بإعادة تأهيل وافتتاح عدد من دور السينما المقفلة في لبنان، وأسس العديد من المهرجانات والورش التدريبية، وساهم في كسر المركزية الثقافية من خلال تفعيل الحركة الثقافية في المناطق المهمشة وتعزيز الإنماء المتوازي عبر فتح المساحات المستقلة وإطلاق باص الفن والسلام للعروض الجوالة في المناطق. أسس فرقة مسرح اسطنبولي عام 2008، وساهم في تأسيس جمعية تيرو للفنون عام 2014 وشبكة الثقافة والفنون العربية أكان عام 2020. ومن أعماله المسرحية قوم يابا نزهة في ميدان معركة، تجربة الجدار، البيت الأسود، هوامش الجدار، حكايات من الحدود، مدرسة الديكتاتور، محكمة الشعب، في انتظار بودو، وغير يا مزين. وشاركت فرقة مسرح اسطنبولي في مهرجانات محلية وعربية وأجنبية، ونالت جائزة أفضل عمل مسرحي في مهرجان الجامعات في لبنان عام 2009، وجائزة أفضل ممثل في مهرجان عشيات طقوس في الأردن عام 2013. وتعتبر مسرحية تجربة الجدار أول عمل عربي يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الماغرو في إسبانيا عام 2011. كما نال اسطنبولي جائزة أفضل شخصية مسرحية عربية في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح عام 2020، وجائزة الإنجاز بين الثقافات في فيينا عام 2021، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان المنصورة المسرحي عام 2023. شارك اسطنبولي في أفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونية، منها الغالبون ودرب الياسمين وهلأ لوين و33 يوم والعودة إلى ساو باولو والجائحة وزغلول ورمشة عين، كما يقوم بتدريس مادة المسرح في عدد من المدارس الرسمية في جنوب لبنان.